في الفيديو ده هشرح ازاي اقدر انزل ديجيتال اليفيشن موديل او ديجيتال سيرفيس موديل عن طريق الـ ALOS او القمر الصناعي جاكسا، اللي بينزل ديجيتال اليفيشن موديل او اللي متاح ليه ديجيتال اليفيشن موديل لاي منطقة في العالم، واللي يعتبر بديل اجدد وفي نفس الوقت احدث من الـ SRTM 30 في 30. مبدئيا انا ممكن اكتب على جوجل جاكسا دي ام او ديم، هي اول حاجة هتطلع لي اللي هو اللينك ده، هيدخلني على السايت بالمنظر ده. ممكن لو اول مرة استخدمه اعمل ريجستريشن عن طريق اللينك اللي بيبقى موجود هنا، بدخل البيانات بتاعتي وبقول له بعد كده اجري وبسبميت. بعد كده هيبعت لي ميل، الميل ده هيبقى فيه البيانات اللي اقدر ادخل بيها، وهتبقى حاجة بالشكل ده، هي عبارة عن الميل وعبارة عن باسورد، هو بيجنريت الباسورد ده وبيبعته لك. طيب، وبالتالي بما ان انا كده كده اوريدي عندي اكونت، فانا هختار اللينك الاولاني اللي هو قبل ريجستريشن عشان خاطر اداونلود من الداتا سيت بتاعته. هيدخلني بعد كده ل user interface، هي بايخة شوية ولكنها في الحقيقة يعني لو اتعاملت معاها أول مرة التعامل معاها بعد كده هيبقى بسيط. هو مقسم لي الأرض كلها لمجموعة من التايلز أو المربعات، وبناء على إن أنا ببقى عارف الدومين بتاع المشروع بتاعي، لو فرضا مثلا أنا محتاج أنزل Digital Elevation Model للمكان ده، فهو بيبقى يعني بيقدم لي اختيار ان انا انزل لمجموعة من التايلز. كل اللي انا هعمله ان انا هشوف التايل ده او المنطقة اللي انا عايز ادرسها دي هو واقع في انهي فيهم. طيب، الكلام ده بكل بساطة لو انا عندي الدومين ده جاي عن طريق KMZ file، محتاج اعرف اللاتيتيود واللونجيتيود اللي محصور ما بينهم المنطقة دي. ده ممكن بكل بساطة اعمله عن طريق ان انا اخش جوه الاوبشنز واخلي اللات واللونج بيظهروا لي عن طريق الديسيمال ديجريز، وهاجي من الفيو اقول له اظهر لي الجريد. طيب، هاجي من هنا هبقى عارف او هقدر ان انا اخد بالي ان البوليجون بتاعي ده محصور ما بين خط لونجيتيود ايست 47 واخره قبل الايست 47 و3 من 10، وبالتالي انا ما بين 47 و48. وبالنسبة للنورث انا ما بين نورث 24 ونورث 24 واتنين سبعة خمسة، وبالتالي أنا ما بين ال 24 وال 25. هاجي هنا هلاقي إن هو بيقول لي تقريبا في المكان ده في السعودية أنت هنا ما بين 20 و 30 نورث وما بين 50 و 60 إيست، أنا آسف، ما بين 20 و 30، 20 و 50 نورث و30 و60 ايست، وبالتالي انا في المكان ده. فانا هدوس على المربع ده، هيبتدي يزوم ان ويجيب لي شويه تايلز زياده جوه. نرجع تاني عشان خاطر نبص احنا بين ايه وايه بالظبط. احنا بين 24 و25 نورث، وبالتالي انا في النورث بقى ما بين ال 20 وال 25، وبالنسبه للايست انا ما بين 47 و48، وبالتالي انا ما بين ال 45 وال 50، يبقى انا هنا. طيب، هو هنا ممكن انزل التايل الكبير ده اللي هو 5 ديجري في 5 ديجري، والسايز بتاعه بنسبه كبيره ما بيبقاش كبير. طيب، لو انا محتاج اوفر على نفسي على طول هروح مختار داونلود وهيبتدي يحمل. ولو انا عايز ابقى مور سبيسيفيك علشان خاطر ما انزلش ال 223 ميجا دول، انا عايز انزل يعني المنطقه اللي انا محتاجها بس، حد تاني احنا ما بين 45 و50، وبالتالي ده 45 46 47، يبقى انا بقع بالنسبه للايستنج تالت، تمام. وبالنسبه للنورث انا ما بين ال 24 وال 25، وبالتالي لو ده 21 ده 22 ده 23 ده 24 وانا ما بين ال 24 وال 25، يبقى انا هنا. تاني الموضوع بيتلخبط شوية،
20 21 22 23 24 من 24 25، يبقى انا ده التايل اللي انا محتاجه، هعمل له داونلود. السايز بتاعه بيبقى في حدود 10 ميجا، وبالفعل ده اللي حاصل عندي هنا. انا هعمل بوز للفيديو عشان خاطر الوقت لغاية ما ينزل. طيب بمجرد ما هو يخلص هينزل لي فايل مضغوط بالمنظر ده، هلاقي الاسم بتاعه نورث وايست مقارب للي انا اخترته، لان انا كنت عايز من 24 ل 25 بالنسبة للنورث، ومن 47 ل 48 بالنسبة للايست. طيب هعمل اكستراكت للفايل ده، هينزل لي مجموعة من الفايلات أنا مهتم بأول واحد فيهم اللي هو الـ DSM أو الـ Digital Surface Model. بكل بساطة أنا لو دخلت الـ Digital Surface Model ده، أو قبل الـ Digital Surface Model، أنا ممكن أدخل الدومين بتاعي للمنطقة دي وأظبط شوية الـ Projection عن طريق الـ Configuration، وهقول له إن الكلام ده UTM 38 الزوم بتاعتي، وهرجع انزل له الدي اس ام في المكان ده، هقول له هتعمل معاه ان هي اليفيشن داتا. هلاقي ان ده الديجيتال اليفيشن موديل للمنطقه دي كلها. طبعا انا كنت محتاج انزل للزون دي بس هو بما انه بينزل ديجري باي ديجري اضطريت ان انا انزل الايه دي كلها. طيب خلونا نعمل مقارنة سريعة. طبعا انا بعد كده اقدر بكل بساطة اخد المنطقة دي بس عن طريق ان انا هظلل الشيدد اريا وارجع اخرجه تاني. زي ما هاخد بالي هنا هتلاقوا ان الريزوليوشن هو تقريبا 30 في 30، وهقول له ان انا عايز اكروب الكلام ده للسيلكتد اريا، واقول له والله ان ده الدي اي ام او الجاكسة دي اي ام 30 في 30، هيقدر بعد كده ان هو يخرجه لي على طول. طيب هعمل دلوقتي مقارنه سريعه ما بين الجاكس ال 30 في 30 اللي احنا نزلناه ده للمنطقه اللي انا بحاول ادرسها او اللي انا عايز ادرسها، للاس ار تي ام 30 برضو على الرغم ان هو نفس الريزوليوشن تقريبا، غير كده او مع ذلك في فرق كبير في الدقه. يعني ده نفس الديجيتال اليفيشن موديل لنفس المكان، وزي ما انتم شايفين الديجيتال اليفيشن موديل اللي منزلينه من الجاكسا هو معالج بصوره افضل بكتير، مبين لي الفيتشرز بصوره اوضح، الهضاب والاراضي السهليه، على عكس الاس ار تي ام باين ان في نقط وحاجات شويه مش منطقيه. الموضوع الحقيقه بيكون اوضح بكتير جدا لو احنا نزلنا ديجيتال اليفيشن موديل لمنطقه فيها جبال، هلاقي ان الديجيتال اليفيشن موديل اللي نازل من جاكسا جايب لي فيتشرز ادق بكتير، الفيتشرز دي ما بتبقاش موجوده في الاس ار تي ام موديل. واللي ممكن يوضح كمان اكتر لو احنا اخدنا سيكشن بسيط في المنطقة دي، هلاقي ان السكشن ده باين ان الارض في المنطقة دي تكاد تكون يعني بليفل واحد، الفرق بتاع 2 3 متر، على الرغم من ان انا او لو انا عملت نفس النظام ده بالنسبة لل SRTM هلاقي ان في فروق كبيرة او مش منطقية، ما يقرب من حوالي 6 متر في نفس المنطقة اللي انا عملت عليها او اللي انا خدت فيها السكشن. طبعا الفرق الكبير ده نتيجة ان فوق المناسيب هنا زي ما احنا شايفين ما بين مثلا 44 ل 46، هي منطقة فلات جدا. على الرغم من كده بيبان في الـ SRTM موديل ان المنطقة دي فيها ميول كبيرة مش منطقية. ولو احنا اظهرنا ساتلايت ايمج للمكان ده بالمنظر ده مثلا عشان بس اتاكد او علشان خاطر اقدر اثبت ان الجاكسا هو على الرغم من ان هو نفس الريزوليوشن الا انه ادق بصوره كبيره جدا من الاس ار تي ام 30 واحدث. بكل بساطه اقول انا عايز انزل ايمجري لاير للمنطقه دي، واقول له تمام. زي ما انا شايف المنطقه دي بنسبه كبيره هي منطقه سكنيه او زراعيه او صناعيه ايا يكن، وده معناه ان مفيش فروق كبيره في المناسيب،
مش منطقي ان انا لو اخدت سيكشن في المكان ده يبقى فيه 8 او 10 متر فرق منسوب. شكرا.